بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وعظيمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى وبعنوان خطاب سيدي أحمد بن إدريس إلى تلميذه سيدي محمد عثمان الختم المرغني الشريف الحسيني، والذي جاء فيه كالآتي: أما بعد، أيدك الله بروح منه ولا أخلاق وقت عنه، فشمر عن ساعد الجد ذيل الاجتهاد واترك الراحة والرقاد، وقم لله عز وجل على قدم الصدق، واجعل همتك فيه أعظم زاد. وإياك 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 والاغترار بإقبال الخلق وتعظيمهم إياك، فإنها فتنة وابتلاء، وملاحظة إقبالهم سم قاتل، وبرقهم طلب ليس فيه مطر هاطل. فاقطع يأسك منهم واحسم طمعك عنهم، واقبل على مولاك بكليتك قلبا وقالبا. ولا أضر على الفقير الصادق من طمعه في الخلق، فإن الطمع في الخلق سيف قاطع عن الحق. وعلي همتك يقتدي حتى يقتدي بك إخوانك، ولا تستند إلى الراحة والبطالة فيأخذون بحظك فيهلكون، واحملهم على الجد والاجتهاد، وقو وقوفهم في الله بالحال والمقال. فإنه قد صحبنا جماعة من الإخوان المغاربة، فعلت همتهم فحازوا قصب السبق في معرفة الله، فانفتح لهم الباب من الله، فانخرطت لهم من العوائد ظاهرهم وباطنهم، فصاروا من المحدثين عن حضرة الحق بلا واسطة، حتى أن كل منهم جمع كتابا في كراريس بما فتح الله عليه من المكاشفات والبشارات مما لا يسمع به من أكابر أو عن أكابر الأولياء والمتقدمين، حتى أن بعض الأكابر كأبي يزيد استصغر نفسه في جنب أحدهم، فجد السير واجتهد لتكون أول الصادقين، فإني تعجبت من صدق هؤلاء الذين ذكرتهم لك غاية العجب، فإذا دخلوا الخلوة أوتوا بالعجب العجاب من غرائب المعرفة والمكاشفات واللطائف، وإذا حضروا المجلس كشفوا بما يبصر العقول بحسن معاملتهم مع الله وقطع ما سواه. وإني لو أحب أن تكون بينهم، بل أحب أن تكون من أعلاهم، وقد اتخذت الله لك وكيلا وكفيلا فيما رغبتك فيه، وجعلته خليفة عليك، فأعني على نفسك بعلو الهمة في الله، وقض العوائق والعلائق القاطعة عن الله تعالى، والسلام عليك وعلى أولادك وأهلك وجميع من يلوذ بك من الإخوان، ورحمة الله وبركاته. هذا وبالله التوفيق، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.